السلام عليكم. بما ان الايام دي شغل الابحاث هو الشغل الشاغل لكل الكليات، انا هتكلم على موضوع الابحاث للكليات. تمام، في بس انا طالع مخصوص، او انا حابب اتكلم مخصوص عشان في اشاعة او بوستات عمالة تنزل على الفيس وعلى الواتس وفي كل حتة، ان يا جماعة محدش يرفع البحث بتاعه على برنامج لفحص الاقتباس. تمام، لان البرنامج كده بيعمل حاجه اسمها انه بيخلي انك كده بترفع الحاجه على جوجل، فلما حد يجي يبحث بعدك عن الاقتباس بتاعك عن الموضوع بتاعك هيبقى كده في اقتباس 100%. طيب انا هثبت لكم ان الموضوع ده مجرد كلام هو وهري ملهوش اي 60 لازمه، لانه فعلا يعني تخويف على الفاضي، لعب الاعصاب على الفاضي، حد قاعد فاضي مش فاهم في اي حاجه وعمال يقول. تمام، لو انت شغال على ويب بيج او صفحه على النت، تمام، لازم أن تعمل لمقاطع حاجه اسمها الفهرسه. تمام، الفهرسه دي فكرتها ايه؟ انت بتكتب المقال، بعد ما تراجعه وبعد ما تنسقه وبعد ما تظبط كل حاجه بتقوم انت حاطه وعامل له حاجه اسمها سايت ماب. السايت ماب ده عباره انك بتبعته لجوجل عشان جوجل تبتدي تعمل له حاجه اسمها فهرسه. فهرسه دي يعني ايه؟ يعني جوجل بتبتدي تحطه عندها. انت كده الكلام بتاعك، او مثلا انت كتبت مقال على النت مثلا على الصفحه بتاعتك ديت، ورحت على جوجل عملت السايت ماب بتاعه وبعته لجوجل عشان تعمله فهرسه، فكل حرف في المقال ده هيبقى خاص بيك انت مجرد ما يتعمل له فهرسه. يعني لو انت دلوقتي عملت فهرسه للمقال ده النهارده، المقال بياخد من يومين لتلات ايام فهرسه. طيب والمقال خاص اتفهرس وجيت تبحث عنه ولقيت المقال على النت، تمام، انت مثلا كنت كاتب في المقال دوت انت زي مثلا زي تشيكن از اي جمله، مش لازم جمله معينه، تمام، يعني مثلا من ذا كولج مثلا اي جمله. تمام، الجمله ديت مجرد ما تتعمل لها فهرسه هي كده سبتت على جوجل. طيب هل انت لما بترفعها على برنامج لفحص الاقتباس حاجه مثلا زي بلاجرازم تشيكر مثلا اللي هي تبع موقع اسمه smalltools.com، طيب البرنامج ده انا عن نفسي شغال عليه وواثق منه عشان لازم تفحص الحاجه بتاعتك. طيب انت هنحسبها مع بعض بالعقل، لو انت ما فحصتش الحاجه بتاعتك وانت كاتبها من اول حرف لاخر حرف، هل انت كده تقلق؟ تقلق. ليه؟ لان ببساطه خالص حتى وانت كاتب الحاجه بنفسك، يعني انا ساعات ببقى كاتب حاجه ببقى لسه مخترعها في دماغي واجي افحص الاقتباس بتاعها الاقيها مقتبسه. طب ليه؟ ما هو انا يا جماعه انا ماليش دعوه، انا لسه مخترعها، انا مثلا جمله مثلا او خاطره او مقوله انا بالفها، حابب اكتب مثلا مقال في شعر مثلا، فانا مالف الشعر ده، اجي افحص عنه الاقيه مقتبس. لان ببساطه انت واحد من وسط ملايين الناس، فرصه ان كلامك يتقارب مع الناس دولت مش قليله. تمام، فانت لو ما فحصتهوش، لو ما فحصتش البحث بتاعك، انت كده بتغامر بنفسك وبتغامر انك ممكن تلبس لمجرد انك خايف من حاجه ملهاش اي اساس من الصح. طيب لو انت فحصته وطلع نسبه الاقتباس كذا وخليته مثلا خلاص انت خليت الاقتباس ده مثلا 0%، تمام، عايز تصدق خلي البحث معاك، اعمل له بحث اقتباس او شوف الاقتباس بتاعه، تمام، على اي برنامج، بس انا بنصح ببرنامج بلاجرازم تشيكر. واستنى بعدها باسبوع، كده كده في فتره عم تقدموا الابحاث بتاعك، استنى بعدها باسبوع وافحصه تاني، والله لقيت في الاقتباس بتاعك، لقيت في نسبه الاقتباس بتاعتك عليت او والاقتباس بقى 100% زي ما الاشاعات دي كلها بتقول، خلاص يبقى انت كده صح، يبقى انت كده ما ترفعش يا عم الحاجه بتاعتك على برنامج لفحص الاقتباس. طيب ما طلعش كده، يبقى الكلام ده كله عاري من الصحه وملوش اي اساس خالص، والمفروض ما نخافش منه، المفروض لما يجي نسال الناس فاهمه. تمام، الناس دي يعني موضوع الابحاث يعتبر جديد اساسا على مصر كلها، فالناس مش فاهمه النظام ازاي، فالمفروض اللي يفهم يكون شخص شغال على ويب بيج، لانه هو ده اساس شغله، هو اساس شغله اللي هو يخلص يكتب الحاجه ويعمل لها فهرسه. الابحاث انتوا بتعملوها ديت بتبقى عباره عن يعني مقال او مقالين من اللي هو بيكتبهم، فبالتالي مش بالتالي هو ده شغله، هو حافظ كده، وانا شغال في الموضوع ده، فبالتالي يا جماعه ما تقلقوش، مجرد انك بتفحص الحاجه وترجع تاني مفيش اي حاجه بتثبت على النت، مفيش اي حاجه بتعمل لها، مفيش اي اقتباس بيتاثر، وبتشوف موضوعك وبتبحثه عادي خالص وبتسجل اللي انت عايزه وبتغير. ونصيحه تانية عشان الناس اللي بيقول لك انا عمال بعدل في اقتباس وعمال اغير في طريقتي واغير في الكلام مش عايز يروح،
في حاجات لازم تخلي بالك منها وانت بتعمل اقتباس، حاجات مثلا زي الاقواس، ما تكترش في اقواس كتير، ما تكترش في شروط كتير، لان الاقواس والشروط وعلامات التنصيص المختلفة على غير الكومة وغير النقطة ديت عبارة عن ان لما بتيجي تفحص الاقتباس بتاعها جوجل بيفحصها هي بالتحديد كده، اللي هو اي مقال في العالم في الخمس ست كلمات اللي انت كاتبها دولت، يعني اي لايك مثلا كافي، هتحط لهم من اقواس، هو هيبحث في اي صفحه عن ثلاث كلمات دولت حتى لو مش ورا بعض، فبالتالي هيظهر اقتباس لحاجه ما فيهاش اقتباس اصلا. يعني انا كاتب مقال مثلا عن القهوه، طب ما طبيعي هيبقى فيه كلمه اي وكلمه لايك وكلمه كافي، بس مش شرط يبقى كلهم ثلاثه ورا بعض، لا بس انت لو عملت كده هو يبحث عنهم بالشكل ده. فانت تخلي بالك من حاجه زي ديت، لو عايز تقلل اقتباسك وانت عملت غلط في اسلوبك مش نافع، حاول تقلل من الاقواس، حاول تقلل من علامات التنصيص، حاول تعوض علامات التنصيص بحاجات تانية تبقى موضحه ليها. يعني لو مش هتعرف تعمل علامات تنصيص ولازم تعمل حاجه توضح الجمله ديت، تعملها مثلا في نقطه مثلا هي ده نمبر 1 مثلا نمبر 2 وهكذا. بس يعني حبيت بس اطلع انبهكم الموضوع دوت عشان انا حاسس ان في قلق كتير قوي، وناس كتير قوي بقت بتبقى تعبانه في الشغل بتاعها وتقول لك انا مش عايز افحص الاكتوبيس بتاعته عشان خايف من اللي هو يتعمل والكلام ده كله. فيا جماعه ما تقلقوش، بس شكرا.